وجود للريف بدون المغرب ولا وجود للمغرب بدون الريف. الجنين ديريفيين في المغاربة ديريفيين دايما غير يستاور المازيغ دايما غير يستاور العرب. الريف وتقاشي غير المازيغ، الريف غير مغار، الريف تعتبرت الجنين ديال الأسرة المعاصرة زي السعيدية حتى طنجة. الريف جبالا دايت مدنغ غمارة صنهاجة مارة بنيس ناسن كلشي مارة مالية دا الريف ومارة مالية المغرب. هذه نقطة أساسية ضروري خصني نقولها لأن كل واحد كيفاش كيشوف الريف. تا الكلمة ولات كتخلع شي ناس. أنا قلت جهات الريف الكبير حتى بدا كل واحد كل واحد كيفاش كيعتبر هذا الشيء. كاين اللي بغى يتزايد علينا ويمشي بعيد، وكاين اللي بغى كيقول لنا أنتم راه ما عرفت باغي ديروا شي حاجة. إذن فضروري خصنا نوضحوا بأن الريف أو شمال المغرب أو المغرب المتوسطي، وأنا كنظن هذه التسمية مهمة جدا، نسميه المغرب المتوسطي، كان قلعة دائما منذ قرون سد منيع للمغرب. كان هذه المنطقة كان عندها الاختصاص ديال حماية الحدود المغربية البحرية والترابية والشرقية. فالمغرب خصو يكون معتز بالريف، والريف خصو يكون معتز بالمغرب، لان الريف جزء لا يتجزا من المغرب كما باقي اجزاء المغرب من طنجه الى الكويره. وهذا سكان الشمال او المغرب المتوسطي او الريف الكبير ابلوا البلاء الحسن، ماشي غير من اجل الدفاع عن الوحده الترابيه ولكن كذلك من اجل التنميه الاقتصاديه. هاد السكان هاجروا للخارج، هاد السكان ساهموا في التعمير، هاد السكان ساهموا في الموارد الماليه، في كتعرفوا بان هذه المنطقه هي الاولى في المغرب من ناحيه الودائع العمال ديالنا في الخارج. ولكن كل شيء هاد الشيء ما استفدناش. حنا كنقولوا بان حنا في المغرب وجزء لا يتجزا من المغرب، ولكن عندنا خصوصيات عباد الله، عندنا خصوصيات ثقافيه لسوار المازيغ زي الاجداد النو غانغ، خصوصيات بان شنتو غانغ دارت الاستعمار الاسباني. واش هاد الخصوصيات ثقافيه اجتماعيه تحتاج النوع الجهوي اللي طلب الشعب باش تف مجالس الجهويه المنتخبه خاصهم تيرين الاختصاصات. ما يهمني نشري وزمان علاش ما يمكنش نسيروا الامور ديالنا براسنا ويكون عندنا اختصاصات واسعه. هذه هي الجهويه اللي كيطلب حزب العصره ومعاصره، لان التجربة زي الاستقلال الخوم إتوغا تجربة صعبة، إتوغا منطقة مهمشة مقموعة حتى هما يدوسها جلالة الملك محمد السادس. بدايج المرحلة الجديدة ديال الريف اللي شمال المغرب، ولهذا إذا جلالة الملك محمد السادس يرفع التهميش في الشمال يستيجن عدد المشاريع. إذن خص الإدارة تواكب المشاريع. مع الأسف دينا اتصل دينا مع المشاريع ديال الريف للشمال ويا المليح، تما مشاريع مازال فيها مشاكل. إذن مشروع ميناء الناظو الغرب المتوسطي لازم يخص سنين الإدارة تحرك شوي، ومشروع ملكي مهم ماشي غير الناظو، مهم يا الريف كله، المغرب المتوسط يكمل، يخص يفق على الوجود. اذا خص المنتخبين، خص المجتمع المدني، خص الاداره تتحرك. والميناء ضروري يخص نشرين انشكال الملك في المشروع الكلاني في هذا الناظو، ولكن الاداره يخصها تخدم، يخصها تخدم المعقول، يخصها تقلبوا من تسلم.
إذن ما شوف هذا الشيء ما يمكنش يتحقق. حنا كحزب أصل المعاصرة بغينا نساهموا في بني نصارو فرخانة باش بالتعاون مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني باش نديروا واحد المذكرة. لا حنا مستعدين نديروا مذكرة مشتركة، مذكرة مشتركة حول المطالب المستعجلة. أنا كنظن بأن تعزيز الأمن ضروري في فرخانة وبني نصار، ولكن تسهيل المرور في الحدود أيضا ضروري. فالديوانة ديال بني نصار كيكون فيها الاكتظاظ وماشي وكتعرقل كتعرقل حتى السياحة، السياحة والناس ديالنا ديال الخارج ديما كيتشكاو من هذه المنطقة الحدودية. فيجب إصلاح المنطقة الحدودية، تعزيز الموارد البشرية في الأمن، هذا الشيء ديال الميناء التعجيل به باش يخرج للوجود، باش يبقى مشروع كينتظر 100 سنة ولا قرن عاد يتحقق. خصنا واحد الآجال تكون محدودة ومعروفة باش هذا الميناء هو اللي غيوفر الشغل وغادي الشباب ديالنا. إذا المشروع مهم بالإضافة إلى مشاريع ثقافية للشباب والرياضية والاجتماعية والصحية، كل شيء هذا الشيء خص ضروري تكاتف الجهود بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني باش نجزوا واحد المذكرة اللي غترصد إلى السلطات العليا. لأن كذلك المشروع ديال مارتشيكا حتى هو خصنا نشوفوا نديروا تشخيص واش غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان، واذا كان عندنا عليه ملاحظات تكون دقيقه وعلميه، ماشي نبقاو نهضروا هكذا في السماء في السوق. خصنا نهضروا بالمعقول وبالمعرفه. انا ذاك حتى واحد ما يتزايد علينا، خصنا نقولوا الحقيقه ماشي كثر وماشي قل، لان كاين اللي كيبغي يولي عنطر وكيبقى يطلق الهضره ولكن لا فائده فيها بالنسبه للريف ولا لسكان الريف، فغادي يزيد في القمع وفي التهميش.